قدام قدم روحك للموعد الرياضي، شكون انت؟ إذن بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد آله وصحبه أجمعين. سيد بن ودان السعيد رئيس الرابطة الولائية الفرق التالية وطهران، وعضو سابق الاتحادية الكنفو وشو، يعني بطل سابق الكنفو. ورني على أصل الرابطة من 2004 إلى يومنا هذا، والآن حضرنا لهذا الذكرى يعني الخالدة للشعب الجزائري، وهي ذكرى 62 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة. وحضرنا هنا في قاعة ابن سينا يعني بوهران، بالتنسيق مع النادي الرياضي الهاوي لرفع الأثقال الذي يترأسه الأخ واضح. إذن كانت المناسبة، كان يعني كان فريق ابن سينا، وكان عناصر من نادي بشار، وحضور رئيس النادي لمدينة بشار. يعني كان جو رائع، سادته المنافسة والاستعراضات كل، يعني حتى شاهدنا بعض الرياضيين أبطال عالمي كانوا حاضرين معنا هنايا في رفع الأثقال، يعني شرفونا بحضورهم، كما شرفنا بعض الوجوه الخيرة والنيرة لولاية وهران، يعني كما الأخ شراكة الشيخ خالد والشيخ بالعربي، يعني وحضور الخبير الشيخ رقيبة بومدين مؤسس رياضة دوشينكي. شفنا ثاني باللي كان بلوزيغ اختصاصات، ما كانش غير نقولوا غير باور ليفتينغ ولا تيربول. في الفنون القتالية، عندنا عدة اختصاصات، يعني نذكر منها الملاكمة الصينية، عندنا الدوشينكي الهابكي جيتسو، عندنا كذلك جيت كاندو، يعني هذه اسمها المتواجدة في ولاية وهران. أما في الاتحادية يعني حوالي 13 رياضة يعني منضمة الاتحادية. لذلك عندنا لحد الساعة عندنا 12 نادي رياضي منخرط. اليوم ثاني راكم دايرين واحد أخرى، دايرين يعني اليوم إن شاء الله كذلك عندنا يعني بالمركب الرياضي للعاقد لطفي. شو هذه؟ عندنا استعراضات في الفنون القتالية، يعني من بينها الكونغفو وكيك بوكسينج، يعني داخل المركب الرياضي الجواري للعاقد لطفي، يعني بحضور يعني كذلك السلطات المحلية بالجير، ويعني كذلك المندوب للعاقد لطفي. ثم دونسون راك ساتيسفي لا اورغانيزاسيون. البارح كنا كذلك في انطلاق يعني الطلقه الاولى لاندلاع الثوره التحريريه ببلديه بلجير، كنا حاضرين مع السلطات المحليه والعسكريه والمدنيه، يعني كنا حاضرين يعني حتى اخر يعني حتى الوحده من الصباح. يعني نشكر الجميع ونشكر جريده، نشكر الاخ صادق دائما معنا في المواعيد الرياضية، يعني في أي ساعة نعيطوا له يجي حاضر بكل شوق وبكل يعني راحة. والأخ مصطفى قسمي يعني كذلك غني التعريف دائما معنا، يعني بحضوره يشرفنا، وإحنا نشرفوا بكم ومرحبا بكم في أي وقت. السلام عليكم.